بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن مجرة غريبة جدا مثل ما تلاحظون في الصورة. هذه مجرة تسبح في هذا الكون الواسع، وكل نقطة على هذه الصورة هي عبارة عن نجم، وكل هذه النجوم تدور حول مركز المجرة بنظام دقيق. هذه المجرة تدور مع ملايين المجرات أيضا حول مركز دوران لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، حتى أن الذرات داخل النجوم تدور أيضا، والجسيمات الدقيقة داخل كل ذرة تدور حول مركز محدد أيضا. والحقيقة العلمية تقول أن كل شيء يدور ويسبح في فلك محدد وحول مركز محدد، وهذا ينطبق على كل الكون. والعجيب أن القرآن أشار إلى هذه الظاهرة بدقة، يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وكل في فلك يسبحون، سورة ياسين آية 40، والله أعلم.